العربي شد الرحال للأحمدي لمواجهة نادي شباب في ثالث جولات دوري STC الممتاز. ومنذ البداية علاء الدين دالي سجل في أول لمسة للمحترف السوري مع الأخضر. الشباب تقبل الصدمة الأولى وحاول العودة للمباراة، لكن الفلسطيني عدي الدباغ سجل هدف ثاني في مرماهم. الهدف لم يتم احتسابه بعد الرجوع لتقنية الفيديو. العربي استمر بالهجوم على مرمى الشباب. القائم حرم عدي الدباغ من التسجيل. هجوم العربي يرغب في إضافة الأهداف. رأسية دالي ذهبت فوق العارضة. العربي في أحسن أحواله، والقائم يعاند الأخضر للمرة الثانية. هذه المرة حرم السنوسي من التسجيل. عمار أشكناني بعد الرجوع لتقنية الفيديو أشهر البطاقة الحمراء للمغربي سليم مامودو، لينتهي الشوط الأول بهدف عرباوي دون رد. مع بداية الشوط الثاني عمار أشهر بطاقة حمراء ثانية لمامي ساهر، وقام أيضا بطرد علي كنكوني، وجابر الزنكي أوقف مشاركة الفريق لمدة لم تتجاوز 5 دقائق. العربي حاول استغلال الموقف وتسجيل الأهداف. فرصة علاء الدين دالي أبعدها سعد العنزي. سعد العنزي تألق وأنقذ فريقه من هدف ثاني. بندر السلامة عزز من تقدم العربي بالهدف الثاني. عمار احتسب ركلة جزاء للعربي، وبعد رجوعه لتقنية الفيديو ألقى هذا القرار. الهدف الثالث ضاع على العربي. عرضية محمد فريح لم تجد من يضعها في المرمى. المحترف السوري علاء الدين دالي سجل الهدف الثالث. الشباب حاول التسجيل، وعبد الغفور كان في يومه. البديل حسين حربي أضاع الهدف الرابع، لتنتهي المواجهة بفوز عرباوي عريض على الشباب. اللي صار اليوم هذا اللي صار اليوم ما حد يقبله لا داخل الملعب ولا برا الملعب. ما يصير كويتي خلاص والله خلاص. I respect all the people here and the people here. Sorry if I make for you wrong. I'm sorry. يلا اوكي كفو عليك. لا دمرنا كفو عليك. مالك فقدت اعصابك وشوفك تعتذر من مراقب المباراه. بابا ظلوم شنو صار اليوم حق المباراه. مالك صارت ظروف المباراة احنا ما لنا شغل فيها خارج. الحمد لله حتى اللاعبين كان تركيزهم داخل الملعب طول الوقت. على قولتهم طرد نادي الشباب ساعدنا اكيد ان نكون على براحتنا داخل الملعب، على عندنا زيادة عددية. ايضا طرد ثاني اكيد يعني زيادة اللاعبين انتهت. انا ما اقول ان انتهت المباراة، يمكن كانت في فرصة لنادي الشباب 1-0 كانت تصعب المباراة، لكن الحمد لله رب العالمين وضعنا بالصدارة. نادي العربي نادي كبير، هذا شيء عادي. احنا بالبداية ماكو شيء اسمه صدارة، لا احنا بالبداية مباراة واحدة تغير الجدول، لا نسوي نحط ضغط علينا نقول احنا بالصدارة، مباراة واحدة تتغير كل شيء. الحمد لله على الفوز. يمكن المباراة ما كانت بالمستوى المطلوب، كان توقف فيها كثير، فيها مشاكل كثيرة، لكن احنا حضرنا المباراة زين، لعبنا بتكتيك خاص لها، خصوصا نادي الشباب ظهر نادي بصورة مميزة امام نادي السالمية. الحمد لله توفقنا مع المحترف السوري الجديد، سجل هدفين. المحترف السوري علاء الدين دالي تألق وقاد العربي لفوز بتسجيل هدفين في أول مشاركة له مع الفريق. بثلاثة أهداف العربي حقق النقاط 3 أمام الشباب في ملعبه في الأحمدي في مباراة شهدت توقفات كثيرة وحالات طرد، وانتقلت هذه المشاكل إلى المدرجات، واشتباك في المدرجات اضطر رجال الأمن إلى إخراج الجماهير لاستكمال المباراة. لبرنامج الديربي خلف العنزي.